وعشرة. نديرو في زوني ونقوله فخاك سونمون. فوالا شا هو شا دار، شوفو شا دار، قطع لي فخاك سونمون، قطع لي كاع الدوائر صاي، قطعهم لي. الان شا ندير، نقوم انا دروك بتلوين الشكل كيفاش نلونه، نكليكي على الشكل الاول ونروح ندير كونترول، نقعد شاد فيه ونقعد غير الاشكال اللي راهم في التالي. هاهما لهنا، هاهما لا، ونروح نختار لهم لون اومبليساج، اللون البني اللي كنت خدمته في الشكل اللي وريته لكم ما نلقوش فيه هاد الالوان هنا، ونروحوا نروحوا عند اوتر كولور دو اومبليساج، ندير له ستوندار. هاهو لا فونسي، نختاره ونقوله اوكي. هاهو لا، الان نجي كذلك هنا دروك ونكليكي، نقعد نكليكي على كونترول ونجي هنا هنا. هاهو لا، نختار هذا ونختار هذا ونقول له دائما نروح عند اوتر كولور ستاندار، ونجي هنا اللون اضعف منه شويه اوكي، ونعاود نجي هنا كليكي هنا ونقعد على كليكي على كونترول هذا هذا، ونجي عند فورما امبليساج دو فورم اوتر كولور ستاندار، نجي هنا عند ان بو بلو كليغ عليه. ها فوالا اوكي، ونبقى لنا هادي نزيدو كونترول هادي 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 ها، ونديرو رومبليساج دو فورم اوتر كولور ستاندار، نختار كولور بلو كليغ، ممكن تكون هادي اوكي، ونروحو عند الان دروك نكليكي على كاع الشكل نسيليكسيونيه، ونروح عند فورما نجي هنا عند غروبي نديره شكل واحد نغروبيه، ونجي هنا عند ايفي نختار بخي ديفيني، نختار هادي باش يجي بومبي يبان يبلي. ها هو الشكل، انا وريتكم عطيتكم غير لاباز، ممكن انك ديروا عندكم الاشكال تبغوا تخدموا كيما بغيتوا وتصموا الزخرفه كيما بغيتوا، المهم لاباز عطيتها لكم. نتمنى انه يكون هذا الحصه فادتكم ان شاء الله، ونقول لكم باللي اللي يرسم شكل يقوم بزخرفه تاع شكل، ممكن انه كي نعرضوا عليكم هذا الحصه ان شاء الله في دار الشباب الافتراضيه، رسمونا عطونا الاشكال اللي خدمتوهم في الكومونتير، ورونا نشوفوا الاشكال اللي خدمتوها باش نشوفوا لا فهمتوا ولا لا. نتمنى لكم انكم استفدتوا من هذه الحصه، الى حصه مقبله ان شاء الله.